ولكن خلونا في البداية نقدم أو نسأل نطرح أسئلتنا لسارة ليا واتسون. سارة، من خلال متابعتك للوضع الحقوقي في مصر، إزاي بتقيموا تعامل النظام الآن مع المعتقلين داخل السجون المصرية، وما هي أهم المطالبات اللي تقدمت بيها للنظام في مصر؟ طبعا ما نعرفه هو أن السجون المصرية هي مكتظة وأيضا ليست معقمة وليس فيها النظام الصحي جيدا، وأيضا يرينا أنه الكثير من السجناء في زنزانات ينامون على الأرض بدون أي يعني متابعة لهم، ليست مثل الدول الأخرى التي أخرجت السجناء. حتى إيران قامت بإخراج 55,000 سجين، وأن مصر لم تخرج أي سجين لحد الآن، ومنظمة متابعة ومراقبة حقوق الإنسان تطالب أنه خاصة إخراج السجناء المسنين والمرضى والذين ليس لديهم أي انتهاكات أو مشاكل كبيرة، ولكنه خاصة مصر والنظام طبعا لديه الكثير من السجناء، والحكومة لم تفعل أي شيء تجاه السجناء، وبالعكس أنه جعلت الوضع أسوأ بالنسبة للسجناء خلال وباء كورونا، وليست فقط حتى السماح لعوائل السجناء لمساعدتهم، حتى الأشخاص المسؤولين لمساعدتهم مثل الأطباء وغيرهم من أجل مساعدة السجناء، وتم رفض إعطاء الفيتامينات وأيضا الدواء من قبل العوائل لهؤلاء السجناء. سارة، المفوضية السامية للأمم المتحدة ناشدت بضرورة الإفراج عن المرضى، خاصة كبار السن والمدانين سياسيا، ده طبعا خوفا من تفشي وباء كورونا، بين حوالي 114,000 سجين ما بين جنائي وسياسي، الخوف من التكدس. ولكن ايه هي الاهليات اللي لدى الامم المتحدة لاجبار او لفرض هذه الطلبات على النظام المصري؟ طبعا الأدوات التي يمكن أن تستخدم هي محدودة جدا من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأيضا هناك ضعف كبير بالنسبة للمنظمات والمجتمع الدولي تجاه هذه القضية. وأيضا من وجهة نظرنا أن المجتمع الدولي وما يتفعله ممكن الأمم المتحدة يجب أن يدعو العامة، خاصة التواصل مع النظام في مصر، ليست فقط إخراج السجانين المساجين أيضا، حتى يجب أنه متابعة أنه هناك حراس يجب أن يساعدوا المرضى وأيضا السجناء، وخاصة من تفشي المرض، وأيضا مجلس الأمن يجب أنه يفرض عقوبات على النظام لأنها قد خالفت جميع حقوق الإنسان من هذه الناحية. وأيضا ممكن أن ما يحدث لوباء الكورونا، وخاصة أن هناك مشاكل بين الولايات المتحدة والصين حاليا. نعم سارة، كان يعني السبب أو العلة اللي بيقدمها النظام المصري لما بيكون في مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة، إن إحنا مش في أوروبا وإن مصر ليها يعني ظرف خاص، ولكن في دول أكثر قمعا ربما أو تتساوى مع النظام المصري في القمع زي النظام الإيراني، أفرجت عن المعتقلين أيضا في إيطاليا، البحرين، الأردن وغيرها من الدول. ما الذي يمنع النظام في مصر من الإفراج عن المعتقلين وخاصة السياسيين منهم وكبار السن بالعموم؟
أنا أعتقد أنه هذا السؤال مهم جدا ليسأل إلى النظام في مصر والحكومة المصرية، فأنه يجب ممارسة هذا النوع من العنف تجاه السجناء، يجب أن يمتنعوا من هذا العمل السيء وتقليل نسبة المشاكل. لكن فقط أنا أقول وأوضح أنه هناك عدم ومنع، أنه حتى منع العوائل لهؤلاء السجناء للاتصال بالسجناء أنفسهم وأبنائهم من خلال الهواتف، فيجب أنه مساعدتهم، وهذا يعكس أنه انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة للذين في السجون. في الوقت اللي بتسارع فيه دول كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم عروض للأطباء اللي ممكن ينتقلوا للعيش في أمريكا، بنجد أن مصر بترفض الإفراج عن خبراء وعن أطباء. مصر سجون تقريبا فيها أكثر من 1000 من الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي، يوجد أكثر من 300 متخصص واستشاري في المجال الطبي. إيه الآلية، أو مش عايز أعيد السؤال، ولكن ألا يوجد ما يجبر النظام عن الإفراج عن هؤلاء الآن حتى للاستفادة منهم في التصدي لمرض أو لفيروس كورونا؟ طبعا الأدوات هي محدودة جدا، ولكنه هناك حل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأيضا مساعدات من IMF، أيضا خاصة لوضع شروط على النظام المصري من أجل حماية السجناء وأيضا إخراجهم والإفراج عنهم من السجون، والمعتقلين أيضا مساعدتهم بطريقة واسعة طبيا وما شابه ذلك، لأن هناك اكتظاظ كبير جدا. فهذه قد تكون أحد الأدوات من المجتمع الدولي ممكن استخدامها، لكن أيضا لم نرى هذا العمل لحد الآن مع الأسف.